مباراة في الدوري الإقصائي تحبس الأنفاس، مواجهة أوروبية من العيار الثقيل اليوم. بعد قليل سنعود مع حضراتكم مع البث المباشر من ملعب سيتي أوف مانشستر. مشاهدينا متابعينا في كل مكان، هذه تحياتي لكم أينما كنتم. أمسية جميلة هنا في السيتي أوف مانشستر، والجماهير حاضرة وكل شيء جاهز لمشاهدة مباراة جميلة. أنا فارس عوض من كابينة التعليق، سأرافقكم طيلة أوقات هذا اللقاء. سنتابع اليوم مباراة الذهاب من ربع نهائي مسابقة الشامبيونز ليج، أجواء مثيرة ونأمل بأن تكون المباراة على قدر التطلعات. فريق مانشستر سيتي في مواجهة الميرينج ريال مدريد. يا لها من أجواء كبيرة مصاحبة لمباراة الذهاب من الدور ربع النهائي، الأجواء ترفع الحماس وتجعل هناك طموحات أكبر في بلوغ نصف النهائي وتدفع الفريقين للأفضل. منافس مانشستر سيتي الأول وخصم اللدود يعتبر نادي المان يونايتد، دائما مبارياته ما تكون مليئة بالحماس والإثارة، وخاصة في الفترة الأخيرة بعد تقارب مستوى الفريقين بعد النقلة التي حدثت في السيتي. تنطلق المباراة مع نادي مانشستر سيتي. فينيسيوس والانطلاقة الهجومية، تدخل حاسم وبلوك في منتهى الروعة. فودين، كايل ووكر، ألا مع فودين بتدخل شرعي يستعيد اللقطة في المناطق الخلفية. فالفيردي، كامافينجا، وصلت لفينيسيوس، روح البينية من جانب فينيسيوس، والهدف يأتي والكرة في الشباك الخالية. مهمة سهلة في غياب التغطية. الحارس غير موجود، الدفاع غير موجود، الشباك خالية، أسهل هدف في العالم. هدف أول في المباراة، تقدم الأهلي بهدف مقابل لا شيء. أنطونيو روديغر، بيرلا ميندي، كامافينجا، مساحة كبيرة متاحة أمام فينيسيوس، يضعها في المرمى. كرة لم تكن صعبة، التصدي كان في الموعد، ارتماء ناجحة.
بيرسل لك كرة لوسط المنطقة. يا رب يضربون مرة أخرى هدف آخر بيريح الأعصاب بيوسع الفارق بيزيد الأفراح. انظر كيف يبدأون بقوة. نشوف من جديد لقطة الهدف والركلة الركنية اللي تنفذت، لكن النهاية الشيء ثاني. انتظر الكرة حتى ارتدت ثم أرسلها على الطائر في الهواء. هدف ولا أروع. إذن عودة للمباراة مشاهدينا الكرام، والنتيجة الآن هدفين مقابل لا شيء. بيعدي فيها يفلت من الرقابة بشكل ممتاز. كورتوا أنطونيو روديغر، دانيال كارفاخال، حكم الراية مشاهدين يرفع رايته يعلن عن وجود تسلل في هذه اللحظة. تدخل قوي في اللقطة. كرة ما كانت صعبة، الحارس ينجح في التصدي. يا سلام على اللقطة، انظر كيف يستعيد الكرة. فالفيردي، كارفاخال، بيلينغهام، انطلاقة هجومية من جانب فينيسيوس وأمال كبيرة معلقة عليه، وتبعد الكرة عن منطقة الخطورة. الآن يبحث عن افتكاك الكرة بعد أن كان مسيطرا عليها. فهو لمصلحة السيتيزنز. ممتاز في التقاط الكرة، منع الخطورة هنا، هكذا تكون حراسة المرمى. رمية تمام في هذه اللحظات. كامافينجا، والراية هنا تعلن عن حالة تسلل موجودة، تسرع واضح في التمرير، كان يجب الحفاظ على الكرة وانتظار التمركز الصحيح قبل لعب الكرة. مانشستر سيتي يفقد الكرة. خطأ هنا لمصلحة فريق مانشستر سيتي. الوقت بدل الضائع المحتسب دقيقتين فقط. بيرلا ميندي، ولا نهاية شوط المباراة الأول من ملعب مدينة مانشستر. والشوط الثاني ينطلق مع نتيجة تشير لتقدم مريح لمصلحة فريق ريال مدريد. دانيال كارفاخال، هذه فرصة هدف. اعتراض الكرة في مكان حرج. المساحة كبيرة جدا على طرف الملعب.
تدخل ممتاز والكرة تعود الآن من رمية تماس. كرة يقطع فيها الآن في أرضية الملعب وإيقاف للمحاولة. الكرة تتحول للفريق الآخر. ممكن الفريق يستغل الوضعية. يتقدم بالكرة إيدرسون يتصدى لكن ما زالت الخطورة. مستحيل هذا الهدف. الله على إصرار في التسجيل. حارس المرمى أيضا قام بتصديها في المرة الأولى. نشوف الهدف من جديد. المحاولة الأولى لم تدخل المرمى وترتد الكرة وتستمر الخطورة لتأتي بعدها بعد ذلك المتابعة المباشرة لتسكن الكرة داخل الشباك. يعود اللقاء من جديد بعد أن وسع ريال مدريد الفارق مرة أخرى. هنا خطأ لمصلحة مانشستر سيتي. تدخل والكرة بتروح. أنطونيو روديغر كامافينجا. الكرة إلى خارج الملعب. رمية تماس. المان سيتي يحاول تنشيط الدماء من دكة البدلاء. أنطونيو روديغر. دانيال كارفاخال. حكم الرايه يحتسب تسلل في هذه اللقطه. تدخل ممتاز هنا. شوف المساندة. شوف طرق يخترق ولديه مساحة. الله على التدخل حارس المرمى. يلعب دور البطولة. كرة كانت خطيرة لكن الحارس يتدخل وينهي الخطورة. حارس المرمى موجود يبعد الكرة. ضربة ركنية لريال مدريد. تنفذ الضربة ركنية باتجاه منطقة الجزاء. كرة تعود إلى ريال مدريد. نشوف لنا عشوائية كبيرة في أداء الفريقين في أرضية الملعب. الدعم يأتي بعدي وبمر الكرة. مستحيل. مرة أخرى في المرمى بأداء خيالي يوسع الفارق لأربعة أهداف. الله على هذا الهدف. لا تمل مشاهدته. يا إلهي على الاستلام والدوران للمرمى ومن بعد إنهاء الكرة بشكل جميل. مرونة جميلة. مهارة غير عادية. رباعية نظيفة. واضح أن المباراة تسير في اتجاه واحد. صلابة دفاعية. خلص الكرة بمهارة كبيرة. بينية بتعدي. بينية بتمر. يا رباه
تصدي من إيدرسون، خيالي مبدع يمنع كرة هدف محقق. خروج حارس المرمى في التوقيت المناسب لإبعاد الضربة الركنية. جواو كاسيلو، 7 دقائق على نهاية هذه المباراة. حلوة من الدفاع، خلصها وافتك الكرة. الهجوم المرتد يجب اتخاذ القرارات الصحيحة بشكل سريع. الحارس يتصدى لهذه الكرة بسهولة. ضغط عالي في هذه اللقطة. ثلاث دقائق مشاهدينا لا أكثر. يهرب الكرة، مر فيها، انطلق فيها، راح واحد على واحد، لكن إيدرسون هو أحسن واحد يتألق يتصدى لهدف محقق الآن. بيرفعها في وسط 18. الخطورة ما زالت مستمرة. وهنا تكتب نهاية الفرصة. الصافرة تأتي مشاهدينا معلنة الانتصار يا المدريد، وأفضلية ستكون للملكي بعد مباراة الذهاب. النتيجة الكبيرة اليوم تجعل الكثير يعتقدون بأن الأمور قد حسمت، لكن حتى هذه اللحظة بالتأكيد لم تحسم. في كثير من الأحيان في كرة القدم تخرج كرة القدم عن المألوف وتقدم بعض النتائج الغريبة على الفريق بأن يكون جاهزا لأي سيناريو قادم. وصلت لفينيسيوس، ممكن الفريق يستغل الوضعية ويبدأ هجمة مرتدة. إيدرسون يتصدى لكن ما زالت الخطورة.